مشاهدينا متابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بكم. معلقكم الرياضي محمود ودار يحييكم هنا من مدينه الجونه، ولقاء اللي بيجمع ما بين فريقي نارمر امريكان كوليدج في مواجهه فريق ايجلز في واحده من المباريات الهامه وافتتاح بطوله الامز كاب فور ويمن. ان شاء الله باذن الله تكون بطوله موفقه وناجحه بقياده حكم اللقاء كابتن احمد الحداد. تشكيل الفريقين مشاهدينا متابعينا، فريق ان اي سي في حراسه المرمى اليوم مريم حشيش، قدامها في خط الدفاع هنا وليد وجانا خالد، نص الملعب طايا محمد وفرح وفريده، وفي المقدمه الهجوميه عليا وليد، على مقاعد البدلاء ساره امير وعليا ياسر وكندا شريف، وطبعا المدير الفني كابتن زيزو وكابتن رانيا. الناحيه الثانيه فريق الايجلز طبعا النسور في حراسه المرمى ميليسيا، امامها في خط الدفاع جينا وسلمى، نص الملعب يارا ومريم مرغني وطيف، في المقدمه الهجوميه هايدي صاحبه الرقم 99. مقاعد البدلاء يتواجد فيها الرباعي مريم مصطفى ومايا وجودي ونور، وطبعا القيادة الفنية لكابتن إبراهيم. من يتفوق في هذه المباراة ومن ينتصر ومن يحقق الفوز الأول في افتتاحية بطولة الإمز كاب طبعا وفي ويمن فيما يخص طبعا بطولة البنات في أحداث اللقاء؟ صافرة حكم اللقاء في انتظارها، وهنا تأتي الصافرة وضربة البداية عند الفريق النسور فريق الإيجلز في أحداث اللقاء. انطلاقة على طول تاني وتوصل الكرة عند فريق ان اي سي واحدة والتانية، لكن الكرة مقطوعة من جديد، وهجمة وانطلاقة عند صاحبة الرقم 99 هايدي. يا سلام على المهارة، تعدي وتفوت، لسه عندها الكرة هايدي، تمرر الكرة عند صاحبة الرقم 4 يارا، عايزة تعدي يارا، ولكن بقى الكرة في الأخير خارج الملعب إلى ركلة تماس. مشاهدينا متابعينا، طبقا لقانون الملعب الخماسي يتم تنفيذ ركلة التماس بالقدم، لذلك تسمى ركلة ولا تسمى رمية عكس الملعب القانوني واللي بنشوفه طبعا الملعب 11. انطلاقة على طول واحدة والتانية، حلوة الكورة لكن الدفاع موجود بقى النهاردة، التيشيرتات الزرقاء والتيشيرتات السماوي. من يتفوق في هذه المباراة في واحدة من المباريات الممتعة والجميلة؟ انطلاقة على طول تاني بتصويبة، لكن على طول الكرة خارج الملعب، تصويبة حلوة على طول من فريق الايجلز عن طريق طيف، عدى الطيف بطريقة مميزة، عندها المهارة وعندها كمان دقة التصويب، لكن الكرة تمر خارج الملعب ومعها فرصة أولى تضيع على فريق الايجلز في أحداث اللقاء. من يتفوق؟ أصحاب التيشيرتات السماوي اللي بتشبه كده فريق المان سيتي، ولا بقى فريق الناحية التانية فريق الايجلز والتيشيرتات الشبيهة بفريق تشيلسي وكأنها قمة إنجليزية هنا على أرض الجولة، خطرة جدا الكرة والتصويبة. الله الله على المهارة، شوف بقى الاسترايكر المميز، المهاجمة المميزة في اللقطة الماضية هايدي، خلي بالك من هايدي، عندها قدرات هجومية مميزة جدا، ظهرت في أكثر من كورة. انطلاقة على طول تاني لكن الدفاع موجود في اللقطة الماضية، هنا وليد توصل الكورة عند اللاعبة فرح، مقطوعة تاني من فرح، واحدة والتانية عند رقم 17 فريدة، ترجع فريدة بكورتها ولكن على طول الكرة توصل تاني، خطرة جدا على طول التصويبة من طف حلوة، لكن يا سلام بقى على التألق، ميليسيا تتألق مشاهدينا متابعينا، أو والله ده مريم حشيش تتألق حارسة المرمى وتبعد أول كرة خطيرة في اللقطة الماضية على فريق مشاهدينا متابعينا فريق الإيجلز في اللقطة الماضية، واحدة والتانية وكرات جميلة. وخلي بالك بقى النهاردة فريق الإيجلز بادئ اللقاء بقوة كبيرة جدا، عنده النهاردة صاحبة الرقم 99 هايدي اللي عملت فرصتين، ويعني زي ما بنقول بقى حافظة واجبات مركزها بشكل مميز جدا، هو مركز رأس الحربة في ملعب اللقاء. توصل الكرة تاني على طول، خطرة جدا الرد هنا من الان اي سي، يا سلام على التصويبة، يا سلام على التصويبة، ولكن الكرة بقى في الأخير تروح أول كورة على فريق الان سي، خطرة جدا في اللقطة الماضية. التحامات قوية في ملعب اللقاء، ولقاء حماسي ولقاء مثير، وقلت لك الكل بيركز على ضربة البداية، لأن ضربة البداية تفرق كتير لما تحقق طبعا مكسب في أول لقاء، والمكسب بيجيب مكسب، والمكسب في الأخير يوصلك طبعا للوصول للبطولة. خطرة جدا هي الكرة والتصويبة، الله يا سلام على طيف وتصويبتها، ولكن بقى شوف نجمة اللقاء حتى الآن حارسة المرمى، حارسة مرمى فريق الان اي سي نارمر امريكان كوليدج، تتألق على طول مريم حشيش وتعطي صفة الأمان والاطمئنان هنا في حراسة المرمى، صاحبة القفاز الذهبي في ملعب اللقاء تتألق إلى الآن وتحافظ على الكلين شيت لفريقها في ملعب اللقاء. انطلق على طول تاني بتمريرة، توصل الكرة عند صاحبة الرقم 4 يارا، تمرر الكرة يارا لكن الكرة تصطدم في الأخير، ومعها لمسة يد بإشارة حكم اللقاء كابتن أحمد الحداد ابن منطقة البحر الأحمر، واللي
تمنياتنا ليه بالتوفيق، واحد من الحكام المميزين جدا لاصحاب المستقبل اللي ان شاء الله نشوفهم في كره القدم المصريه فيما يخص دوري نايل ان شاء الله في قادم المواعيد. انطلاق على طول تاني بالتصويبه، لكن سهلة كره عند حارسه المرمى مريم حشيش، تمرر على طول كرتها مريم حشيش، واحدة والتانية وانطلاق عند صاحبة الرقم 7 عايزة تعدي وتفوت هنا وليد، ولكن الدفاع موجود وضغط على طول بقى وارتباك في اللقطة الماضية، ولسه الكورة خطرة جدا، الكورة توصل تاني من جديد عند جنى عايزة تعدي وتفوت، لسه الكورة عند صاحبة الرقم 17 هنا على طول فريدة. مرة تانية على طول الكرة وضربة حرة لصالح فريق الـ NEC لقدام، تمرر على طول تاني كرة لكن يخلصها بقى فريق الايجلز، وهجمة تانية الفريق الايجلز بقى بيحاول يعمل هجمات مرتدة على اعلى مستوى، لكن الدفاع موجود، توصل تاني كرة عند يارا، تعدي وتفوت يارا صاحبة الاداء المميز جدا والمجهود البدني الوفير في منطقة منتصف الملعب، توصل تاني على طول الكرة بتمريرة عند اللعيبة على طول رقم 17 الموجودة في خط وسط فريق الـ NEC فريدة، عايزة تعدي فريدة تمرر الكرة لكن بقى الضغط موجود قافلين كل الخطوط فريق الايجلز في احداث اللقاء. النسور هل تطير في ملعب ولا الـ NEC تتفوق في هذه المباراة؟ انطلاق على طول بهجمة مميزة، ولكن شوف الدفاع، شوف الدفاع على طول المميز هنا لصاحبة الرقم 8 تتألق على طول عليا وليد، يا سلام عليك يا عليا بقى تتألق وتبعد الكرة والفرصة في اللقطة الماضية وتضيع كرة خطيرة على مرمى فريق الإيجلز في اللقطة الماضية، خارج الكرة الملعب وطبعا توقف بقى للقاء من أجل ضربة مرمى، حكم اللقاء كابتن أحمد الحداد في أول اللقاءات النهاردة لبطولة الفتيات المنظمة طبعا من قبل منظمة إيمز طبعا دائما وأبدا والتنظيم على أعلى مستوى، حدث ولا حرج، واحدة من البطولات الهامة جدا والمنتظرة، انطلاقة على طول تاني لفريق الإيجلز واحدة والتانية، لكن لسه لحد دلوقتي محدش سجل الأهم ومحدش سجل الهدف، ويا ترى يا هل ترى من سيسجل كلمة البداية وكلمة التقدم في هذه المباراة، إما الـ NEC ولا الناحية التانية فريق الإيجلز. الإيجلز بنذكركم بيلعبوا بالتيشيرتات البلو، الناحية التانية بقى فريق الـ NEC بيلعب بالتيشيرتات السماوي على طريقه المانسيتي. انطلاقه على طول تاني بهجمه مرتده خطره جدا، الكره تمرر ولكن بقى موجوده النهارده في الدفاعات صاحبه الرقم 8 المتالقه عليا وليد، واللي النهارده عامله دور دفاعي ديفنس زي ما بيقول الكتاب. انطلاقه على طول تاني في نص الملعب، توصل الكره تاني عند صاحبه الرقم 9 مريم مرغني، عند على طول سلمى عايزه تعدي وتفوت سلمى، ولكن الدفاع موجود بقى في اللقطه الماضيه، خلص الكوره توصل عند يارا، تمرر الكره يارا ولكنها ابعد بقى في الاخير وخارج الملعب، لكن اشاره من حكم اللقاء كابتن احمد الحداد. ما زال التعادل السلبي قائم وحاضر في احداث اللقاء، وان شاء الله تباعا مع مرور الوقت نشاهد هدف، لان الفرقتين عاملين مجهود بدني مميز جدا في ملعب اللقاء، لكن بتغييب اللمسه الاخيره من صاحب الانهاء ومن صاحب اهتزاز الشباك هدى، يا سلام على التصويبه، يا سلام على التصويبه من اللي تتالق في خط المنتصف يارا تعمل تصويبه، لكن الكره خارج الملعب، تتالق حارسه المرمى بقى مريم حشيش وتبعد الكره، حتى الان مريم حشيش تدافع عن مرماها بكل بساله وبكل تالق، منعت اكثر من هدف، وحتى الان الاقرب للتسجيل هو الفريق صاحب الزي الازرق في ملعب اللقاء فريق ايجلز. على طول ثاني كوره وانطلاقه توصل عند صاحبه الرقم 9 بصفوف فريق الـ NEC، هجمه مرتده على طول خطيره جدا، لكن الدفاع موجود، حكم اللقاء ولا مش الهدف، يا سلام على الهدف والجول، قلت لك الـ NEC هنا وليد تسجل الهدف الاول، الله على الجول، الله على الهدف، شوف الكوره على طول المتابعه الجميله، كملت كورتها وراحت على طول في الشبكه وحطتها، يا سلام على الجول ويا سلام على التالق، هنا بقى الفريق السماوي يجعلها ليله سماويه على طول بلون السماء في اللقطه الماضيه، التالق موجود من فريق نارمر امريكان كوليدج، يتقدم في هذه المباراه صاحبه اول هدف في بطوله الفتيات، تتالق على طول صاحبه الرقم 22 فرح على طول وتسجل الهدف، يا سلام على الجول ويا سلام على التالق بقى، اهداف اولى تظهر في ملعب اللقاء، قلت لك مهم جدا انهاء الهجمات، مهم جدا اللي يقدر يسجل هجمه على طول والرد موجود، هي كره جول، التصويبه لسه كره خطره، الله جول الله جول الله جول، هاي دي تتعادل
الفصل سريعا سريعا. مفيش وقت، التعادل ياتي مشاهدينا متابعينا، والتعادل العادل. الفرقتين مقدمين مباراه كبيره، هجمه هنا وهجمه هناك. ياتي الهدف الاول عن طريق بقى صاحبه الرقم 7 هنا وليد، لياتي التعويض مشاهدينا متابعينا الناحيه الثانيه عن طريق هايدي صاحبه الرقم دبل 9 99 يا ساده، هي صاحبه السعاده في ملعب اللقاء باحراز هدف التعادل سريعا. انطلاق على طول ثاني من جديد، توصل الكوره عند هنا وليد، عايزه تعدي بقى هنا في النقطه الماضيه لكن الدفاع موجود، توصل ثاني في خط الدفاع عند جانا خالد. جانا على طول بتمريره لكن خارج الملعب، ومعها ركله تماس، ركله تماس مشاهدينا، تركل بالقدم ولا تنفذ باليد، لذلك تسمى ركله، وهذا هو قانون الملاعب الخماسيه. انطلاق على طول ثاني في نص الملعب اقرب لناحيه اليسار هجوميا بالنسبه للفريق صح النهارده فريق الايجلز، ولكن الكره خارج الملعب ومعها ركله تماس على التنفيذ. هنا وليد تلعب الكره هنا على طول بتمريره، لكن موجود الدفاع بقى خلص الكره، هجمه على طول خطره جدا هتكون عند صاحبه الرقم 17، التسديده على طول، ولكن بقى جودي تصويبه سهله على طول عند حارسه المرمى مريم حشيش. مريم حشيش تالقت في بدايه اللقاء ومنعت اكتر من هدف، لكن بقى الدفاعات كانت غايبه في كره التعادل اللي سجلت في مرماها، وبالتالي على طول اللقاء يسير مشاهدينا متابعينا بنتيجه 1-1. مفيش حد احسن من حد، كل الفريقين سجلوا هدف في ملعب اللقاء. تلقى على طول تاني لفريق ال ان ان سي واحده والثانيه على طول، شغل مميز جدا من المديرين الفنيين طبعا كابتن زيزو وكابتن رانيا وكذلك كابتن ابراهيم المدير الفني لفريق ايجلز، يعني اداره فنيه على اعلى مستوى. بتتكلم عن فريق ال ان ان سي كابتن زيزو وكابتن رانيا، والناحيه الثانيه بقى فريق الايجلز المدير الفني كابتن ابراهيم وشغل مميز، واللقاء بيقول وبيتكلم على طبعا مجهود الاثنين المديرين الفنيين في ملعب اللقاء. كره على طول لفريق الايجلز، هنشاهد على طول هدف وتسجل ريمونتادا. كان تقدم الان اي سي بهدف سجلته اللاعبه رقم 22 فرح، وكان تعادل لفريق الايجلز وتعادلت هايدي صاحبه الرقم 99. كان تقدم الان اي سي، هنشوف ريمونتادا لفريق الايجلز يعني يقلب النتيجه، بدل ما كانت 1-0 تبقى 2-1، ولا بقى يتقدم من جديد فريق الان اي سي في ملعب اللقاء. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، اجواء مثاليه هنا في مدينه الجونه وفي محافظه بقى البحر الاحمر، واحده من المباريات الجميله وبطوله الفتيات المقامه بتنظيم شركه ايمز اللي طبعا هي التنظيم اللي دائما وابدا والتصويب، ولكن بقى في الاخير الكره خارج الملعب باشاره من حكم اللقاء كابتن احمد الحداد، وان الكره لمست في ايد حارسه المرمى مريم حشيش. ضربه ركنيه مشاهدينا متابعينا رايح لها صاحبه الرقم 17 جودي في احداث اللقاء، صاحبه السن الصغير لكنها صاحبه الامكانيات المميزه في ملعب اللقاء. انطلاق على طول ثاني وضغط، لكن لسه الكره في الاخير سهله عند مريم حشيش، اصغر لاعبه في ملعب اللقاء جودي لاعبه فريق الايجلز واللي بترتدي الرقم 17. مهم جدا مشاركة يعني كل الفتيات في نشاط رياضي جميل، واللي بيأكد كده كمان المنظومة المصرية، وبنشوف طبعا الدوري المصري فيما يخص طبعا بطولة السيدات واهتمام الدولة المصرية بتواجد الفتيات في قادم المواعيد إن شاء الله. طبعا مشاهدينا متابعينا هناك جائزة مقدمة لأفضل لاعبة في اللقاء، وومن اوف ذا ماتش ان شاء الله على طريق بقى المباريات الشباب، مان اوف ذا ماتش عندنا النهارده، وومن اوف ذا ماتش، وتمنياتنا لكل اللاعبات باذن الله بالتميز والتوفيق مش بس في هذه المباراه، لا في كل المباريات. انطلاق على طول ثاني بتصويبه، لكن شوف الدفاع، شوف الدفاع الموجود عند الفريق السماوي، شوف فريق الان اي سي ودفاعاته المنظمه. انطلاق على طول ثاني عند هنا، عايزه تعدي وتفوت هنا الخطيره هنا على طول في النقطه الماضيه، ولكن الحكم اللي قال يقول لك كمل والعب وتمرر الكوره، وهنا صافره تنتهي الشوط الاول، الفصل الاول من قصه اليوم الاولى مشاهدينا متابعينا، تنتهي بالتعادل العادل، هدف لكل فريق سجل وتقدم للان اي سي. نارمر امريكان كوليدج تالقت فرح وسجلت الهدف الاول صاحبه الرقم 22، والناحيه الثانيه تعادل النسور عن طريق النسر الموجود في خط الهجوم والمتالقه اللي سجلت هدف التعادل سريعا هايدي صاحبه الرقم 99. كلام كتير واداء فني منتظر في احداث الشوط الثاني مشاهدينا متابعينا في كل مكان، لا تذهبوا بعيدا ثواني قليله ونستكمل احداث المباراه الاولى من بطوله الفتيات برعايه او بتنظيم شركه ايمز مشاهدينا متابعينا، ثواني قليله ونعود لنكمل متعه التعليق ومتعه المردود الفني للاعبات في ملعب اللقاء، لا تذهبوا بعيدا، نعود في بدايه احداث الشوط الثاني.
الثانية مشاهدينا متابعينا نجدد بكم التحية وأحداث الشوط الثاني لمباراة اللي بتجمع ما بين فريقي ان اي سي في مواجهة فريق الايجلز، وانتهى الشوط الأول بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لهدف لكل فريق. كان سجل الهدف الأول لفريق ان اي سي اللي بيلعب الزي السماوي في ملعب اللقاء اللاعبة فرح صاحبة الرقم 22، وكان تعادل الايجلز أصحاب الزي الأزرق في ملعب اللقاء اللاعبة هايدي صاحبة الرقم 99 بتصويبة حلوة. يا سلام على التصويبة، ولكن بقى الإبعاد في اللقطة الماضية، وفي الأخير الكرة إلى ضربة ركنية، ضربة ركنية من تألق كبير لحارسة المرمى مريم حشيش اللي بتتصدى لمرماها في اللقطة الماضية وتبعد الهدف الثاني لفريق الإيجلز. انطلاقة على طول ثاني لصالح فريق إيجلز على طول في أحداث اللقاء، توصل الكرة بهجمة خطرة جدا، الكرة التصويبة حلوة، لكن مريم حشيش تتألق وتتصدى وتنال إعجاب المتابعين لهذه المباراة من ناحية المردود اللي بتقدمه في خط حراسة المرمى في ملعب اللقاء. انطلاقة على طول ثاني طيف، عايزة تعدي وتفوت، يا سلام على المهارة، عندها المهارات، عندها كل الكلام، عندها كمان التصويبة، ولكن بقى مريم حشيش موجودة بقى تتألق في حراسة المرمى وتتصدى للكرة الماضية، وفرصة جديدة تضيع على فريق الإيجلز في أحداث اللقاء. هجمة على طول لصالح فرح، هل فرح بقى تسجل الهدف الثاني ولا هتأدي مين؟ انطلاقة على طول جانا، تعدي وتفوت، يا سلام على المهارة، جينا على طول كمان كورتها عند صاحبها رقم 8 سلمى على طول في اللقطة الماضية، سلمى على طول جينا عايزة تعدي وتفوت، جينا نزلت على طول في أحداث اللقاء، تمرر الكرة هايدي هي ويا سلام بقى على الكورة، يا سلام على الكورة بقى في اللقطة الماضية، تسدد الكورة المتألقة هايدي، ولكن حارسة المرمى تتصدى مريم حشيش. مواجهة داخل المواجهة وتنافس كبير جدا في أحداث اللقاء ما بين حارسة مرمى فريق الـ NEC يعني نارمر أمريكان كولج، حارسة طبعا مريم حشيش، وأيضا يواجهها المهاجمة المميزة جدا هايدي واللي مسجلة هدف وبتأدي مباراة من أفضل مبارياتها في أحداث اللقاء لأصحاب الزي الأزرق فريق على طول الإيجلز. على طول تمرر الكورة توصل في اتجاه يارا، ترجع يارا على طول بكورتها تاني عند جينا، تمريرها من جينا الناحية التانية عند طيف، انطلاقة من طيف على طول في الجانب الأيمن بالقرب من منطقة منتصف الملعب، مشيت الكورة مع طيف، لكن شوف الضغط بقى موجود من فرح، يا سلام على فرح وعلى تألق فرح بقى في اللقطة الماضية، تتألق وتبعد الكورة من أمام طيف على طول، يا سلام على المرة، شوف هايدي، شوف المهارات والتوغلات والأداء المميز جدا، واحدة من أفضل لاعبات هذا اللقاء مشاهدينا متابعينا، يا ترى يا هل ترى من سيفوز بجائزة وومن أوف ذا ماتش وأفضل لاعبة لهذه المباراة؟ وأيضا نذكركم مشاهدينا أن هناك جائزة أيضا مقدمة، جائزة الفير بلاي واللعب النظيف مقدمة من اللجنة المنظمة، في انتظار على طول قرار حكم اللقاء وإشارة من كابتن أحمد الحداد ابن محافظة كفر الأحمر، طبعا محافظة البحر الأحمر، والحكم المميز جدا، تطلع على طول الكرة بضربة ركنية، توصل على طول تاني بهجمة لصالح فريق الايجلز على طول، طيف تمرر الكرة بالاسيست، ولكن على طول موجود الدفاع، هجمات هنا وهجمات هناك، لكن بقى حتى الان التفوق المميز بالنسبه لفريق الايجلز، وايضا كل امانه حارسه مرمى فريق NEC متالقه وخط دفاعها بيزود عن مرماه، لكن بقى من يا ترى سيكسب وينتصر في هذه المباراه؟ هذا سنشاهده مشاهدينا متابعينا ونتابعه في احداث اللقاء، في اللقاء اللي بيقوده تحكيميا كابتن احمد الحداد. مريم حشيش على طول وضربة مرمى تنفذ الكرة سهلة عند اللاعبة رقم 25 جينا، تعدي وتفوت جينا وتمرر كورتها عند طيف، لمست الكرة كتير طيف النهاردة متحركة وهي مصدر الخطورة ومصدر يعني مهم جدا من مصادر الشكل الهجومي بالنسبة لفريق الإيجلز في أحداث اللقاء. حتى الآن مفيش حد أحسن من حد، التعادل الإيجابي يحسم المواجهة حتى الآن، ولكن تمنياتنا نشوف هدف هنا أو هدف هنا، لأن متعة كرة القدم الأهداف والمباراة جميلة ومثيرة، ولكن بقى ان شاء الله نشوف اهداف احداثها، ويعني زي ما بنقول اسوأ النتائج في كره القدم نتيجه التعادل، لكن على كل بنتمنى نشوف اهداف متعدده في هذه المباراه بغض النظر مين يكسب او مين يخسر، في الاول والاخير هي منافسه جميله بتجمع فرق على اعلى مستوى وبطوله في اطار الروح الرياضيه الجميله. هنقول للفائز مليون مبروك، وهنقول للفريق الخاسر طبعا هارد لك ويقدر يعوض في المباريات القادمه. انطلاقه على طول تاني، واحده والثانيه على طول عند طيف، عايزه تعدي وتفوت، ولكن على طول رجعت فرح المكفوك النهارده الموجوده في خط المنتصف الفريق، ولكن الكره في الاخير خارج الملعب باشاره من كابتن احمد الحداد الى ركله تماس، ركله تماس لصالح فريق الـ NEC على التنفيذ، فرح
صاحبة الهدف الأول لهذا الفريق. هتمرر لمين فرح؟ طبعا كلا المديرين الفنيين بيعطي تعليمات. انطلاق على طول تاني خطرة جدا، الكرة هي جول. الله 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 الله، شوف نور وجمال نور وتألق نور تنزل في أحداث اللقاء. التبديل المثمر والتبديل المميز جدا للمدير الفني كابتن إبراهيم. يا سلام عليك يا كابتن إبراهيم، أجرى التغيير المثالي في وقته المثالي. نزلت نور، خلت الملعب كله نور، نورت الملعب بأهدافها وبهدفها الجميل تتقدم لصالح الفريق الإيجلز. هنا الريمونتادا تكتمل مشاهدينا متابعينا. تقدم الـ NEC ثم عاد في اللقاء فريق الإيجلز بالأول بالتعادل، والهدف الثاني يأتي عن طريق صاحبة الرقم 12. نور تتألق وتنور المباراة لفريقها في أحداث اللقاء. انطلاق على طول تاني فرح، تمرر الكورة عند على طول جانا، ولكن معاها إشارة من حكم اللقاء بوجود مخالفة وإنذار. إنذار على طول لنور في أحداث اللقاء. كابتن إبراهيم وتعليمات واضحة وصريحة، شابوه كابتن إبراهيم بيتحدث كده مع لاعبته نور بعدم الحديث مع حكم اللقاء والتعليق على قراره. لكن حكم اللقاء طبعا كل الاحترام والتقدير لقرارات حكم اللقاء بصفته قاضي المباراه، وكل الشكر والتقدير للمديرين الفنيين اللي بينصحوا لاعبتهم طبعا بالالتزام بقرارات الحكم وعدم الاعتراض. كره على طول تاني عند جانا. يلا نور من هنا يا نور. تمرر على طول الكره تاني وتوصل عند جانا صاحبه الرقم سبعه تلعبها لهنا، ولكن الكره توصل عند طيف. طيف على طول مع الانطلاقه تمرر الكره عند اللاعبه نور. نور على طول تاني خطره جدا التصويبه، ولكن مريم حشيش على طول تتصدى للكره وتبعد على طول الخطوره في اللقطه الماضيه. توصل الكره عند هنا على طول وخارج الملعب الى ركله تماس لصالح فريق الايجلز في احداث اللقاء. التقدم مشاهدينا متابعينا في كل مكان لمن يلتحق بينا. الفريق البلو يتألق على طول في أحداث اللقاء ويتفوق بنتيجته ويعود في اللقاء بعد ما كان متأخر طبعا بهدف أول سجلته فرح. تعود في البداية هايدي صاحبة الرقم 99 والمهاجمة المميزة بكل أمانة، وتقدم بقى بالهدف الثاني. شوف الفنت الجميل، يا سلام على طيف، تعدي طيف ولكن بقى الدفاع موجود. شوف السحبة بقى الجميلة في اللقطة الماضية، سحبت الكورة ولا أجدعها، مهاجمة ومميزة في اللقطة الماضية. يا سلام على الأجواء الجميلة بقى، الكرة النسائية واللي زي ما بنشوف طبعا بطولة كأس العالم للسيدات اللي كانت مقامة في طبعا أستراليا منذ شهور قليلة، وفوز المنتخب الإسباني على منتخب إنجلترا بنتيجة 1-0. سجل هدف أولدا كارمونا لاعبة فريق برشلونة، وكان المنتخب طبعا الماتادور الإسباني للسيدات فاز ببطولة كأس العالم اللي كانت مقامة منذ أشهر قليلة. وزي ما بنشوف بقى اهتمام الكرة المصرية طبعا دوري السيدات ووجود دوري مصري للسيدات. كرة على طول خارج الملعب ومعها ضربة مرمى عند الحارسة مريم حشيش. مريم على طول في انتظار تنفيذ الكرة، تنفذ الكرة بتصويبة، لكن على طول توصل عند اللاعب رقم 7 هنا وليد. عايزة تعدي وتفوت هنا، ضغط من يارا. يا سلام على تدخل بقى الدفاع من يارا، متألقة في هذه المباراة، واحدة من أفضل لاعبات هذه المباراة. كرة على طول عند هنا وليد. هنا وليد تمرر الكرة في الزاوية وفي المساحة عند اللاعبه رقم 17 فريده، لكن تعدي الكره من فريده تجيبها تاني فريده. ضغط على طول بمرور، يا سلام على المهاره، ولكن بقى الدفاع في الاخير. قلت لك المتالقه يارا عامله مباراه كبيره النهارده، لاعبه منتصف الملعب. ويبدو ان فريد يعني ايجلز بقياده المدير الفني كابتن ابراهيم بينفذ التعليمات زي ما بيتقالوا بالظبط، يعني اللاعبات بتتالق النهارده وبتنفذ الواجبات اللي كلفها بيها مديرها الفني. جهد مشكور لكابتن زيد ولكن النتيجة تشير إلى تفوق فريق إيجلز في أحداث اللقاء. النسور تحلق فوق سماء هذه المباراة، وإيجلز تتقدم بهدفين مقابل هدف. تاني على طول الكورة عند طيب، تقف على طريقها صاحبة الرقم 10 وما أدراكم الرقم 10. يا سلام على التمريرة، خطرة جدا الكورة، تعدي وتفوت على طول، هي الهدف الثالث. خطرة جدا الكورة، اتأخرت التصويبة، اتأخرت التصويبة، وبالتالي الدفاع موجود، أبعدوها وخلصوها على طول. جانا خالد تبعد الكرة من أمام نور صاحبة الرقم 12 واللي يعتبر هو التبديل الذهبي في ملعب اللقاء اللي قلبت المباراة تماما بعد ما كانت النتيجة 1-0 للـ NEC، أصبحت النتيجة 2-1 لصالح فريق الإيجلز. انطلق على طول تاني من جديد، طف على طول مع الكرة قدامها المساحة، هي التصويبة، لكن الدفاع لسه على طول يا نور. مش ممكن، مش
ممكن على طول نور تضيع فرصة محققة كانت هتسجل الهدف الثالث والهدف الشخص الثاني ليها في هذه المباراة، لكن على طول الكرة تمر سلامات على مرمى الفريق الان اي سي. توصل على طول ثاني الكرة عند طيب. يا ترى يا هل ترى من سيحصد جائزتي اللقاء؟ وومن اوف ذا ماتش طبعا جائزه مقدمه لافضل لاعبه، وايضا جائزه طبعا الفير بلاي اللعب النظيف في هذه المباراه. تمنياتنا لكل اللاعبات بالتوفيق، وزي ما قلنا الغرض الاساسي والاهم من هذه البطوله هو التجمع الجميل في اطار حب كره القدم والحفاظ على طبعا القيم وطبعا الشروط اللي اشترطها كره القدم بالتنافس الشريف، وعدم طبعا يعني ان الكوره علشان نكون كلنا موجودين في حب كرة القدم ولا وجود لأي خلافات إن شاء الله فيما يخص التنافس الشريف ما بين الفرق المشاركة في بطولة الفتيات، وطبعا بنظمها طبعا منظمة إيمز. انطلق على طول تاني من جديد طيف، عايزة تعدي وتفوت، لكن على طول الدفاع موجود بتمريرة، ولكن الكرة خارج الملعب ومعها ركلة تماس. إشارة من حكم اللقاء كابتن أحمد الحداد بوجود ركلة تماس لصالح فريق الإيجلز. يبدو أن فريق إيجلز يقترب من الفوز في هذه المباراة. هل بقى فريق يعني الان اي سي هيسكت على كده ولا هيكون عنده رد بتسجيل هدف التعادل والتفكير في الفوز؟ كل شيء وارد، وما دام اللقاء قائم وحاضر والوقت مستمر فبالتالي كل الفرص موجودة لكل طبعا الفرق المشاركة من اجل تحقيق نتائج ايجابية، وده الهدف طبعا بالنسبة لكل الفرق، لكل فريق عينه على البطولة. يا ترى يا هل ترى من سيصل الى الفاينل ومن سيكون متواجد في ليلة الختام؟ هذا ما سنشاهده في اطار بطولة الفتيات والمقامة هنا على مدينة الجونة. انطلق على طول تاني ومعها ضربة ركنية عند صاحبة الرقم 4 يارا لاعبة النسور. يارا على طول بتمرير كرة ارضية زاحفة ولكن توصل من جهة خطرة جدا. هايدي تلبسها هايدي بخارج القدم كده بشكل جميل، ولكن الكرة كانت ضعيفة وصلت عند حارسة المرمى مريم حشيش. توصل على طول الكرة عند ميليسيا حارسة المرمى لفريق الايجلز. ميليسيا على طول في خط حراسة المرمى. انطلاقة على طول تاني عند طيف معها الكورة، عندها لقطات خطرة جدا بتصويبة من طيف. تجرب بقى في اللقطة الماضية تصويبة ولكن الكرة تمر خارج الملعب وضربة مرمى لصالح فريق الان اي سي. أين فريق الان اي سي؟ هل الرد هيكون موجود؟ هل بقى تكون هجمة هنا وهجمة هناك، ولا فريق الايجلز هيسير اللقاء زي ما هو عايز في أحداثه ويحافظ على التقدم اللي حققه في أحداث اللقاء؟ اللقاء القادم ان شاء الله مشاهدينا متابعينا هيكون ما بين فريق الغردقه وفريق الحياه. تمنياتنا ان شاء الله للفرق المشاركه في هذه البطوله بالتوفيق، وكل التمنيات لكل اللاعبات بتقديم مردود فني جيد ومميز ان شاء الله. انطلاقه على طول تاني من جديد، توصل الكوره ضغط على طول من فريق ايجلز. هل تكون بقى مشاهدينا متابعينا الكوره بمثابه بقى رصاصه الرحمه في ملعب اللقاء ويخلص فريق ايجلز اللقاء بهدف ثالث؟ لكن كل شيء وارد، سجل عندك، اللقاء لم ينتهي بعد، وبالتالي فريق الان اي سي قادر ان هو يتعادل، وفريق ايجلز قادر ان هو يخلي الفارق بدل ما هو هدف وحيد يخليه هدفين ويخلي النتيجه 3-1. هايدي على طول الكابتانو في ملعب اللقاء، وطبعا قائده الفريق هايدي صاحبه الرقم 99. اشاره على طول من حكم اللقاء بوجود ركله تماس لصالح فريق الان اي سي على التنفيذ. هنا وليد، هنا وليد هتقدم ايه؟ تلعب الكورة تلعبها عالية في اتجاه اللاعبة فريدة، ولكن لمسة يد بإشارة من حكم اللقاء. هاند بول على طول على فريدة لاعبة فريق الان اي سي، وبالتالي على طول ضربة حرة لصالح ايجلز في أحداث اللقاء. ذكر بقى الكرة النسائية فجائزة أفضل لاعبة في العالم حصلت عليها ايتانا بوماتي لاعبة فريق برشلونة صاحبة ال 25 عام واللي كانت سجلت 19 هدف و21 تمريرة حاسمة، طبعا واحدة من اللاعبات المميزة جدا واللي تألقت في بطولة كأس العالم وساعدت منتخبها طبعا المنتخب الأسباني في التتويج ببطولة كأس العالم للسيدات، البطولة اللي كانت مقامة في استراليا في الفوز في المباراة النهائية على منتخب انجلترا. هل يا ترى في أحداث اللقاء من سيخرج في أحداث ومجريات هذه المباراة ومباراة الافتتاح وضربة البداية لبطولة الفتيات إيمز كاب فور ويمن؟ وانطلاقة على طول تاني من جديد، ولكن الكرة في الأخير خارج الملعب إلى ركلة تماس. ركلة تماس على التنفيذ، طيف على طول تلعب كرتها، وهنا صافرة حكم اللقاء كابتن أحمد الحداد.
يملك مسافرته بانتهاء اللقاء. مليون مبروك لفريق النسور، اللاعبات المتألقات تفوزنا بأول لقاء وتحقق الثلاث نقاط في هذه المباراة. هارد لك، وطبعا ألف تحية أيضا لفريق الـ NEC نارمر أمريكان كوليدج، لهم كل التحية والتقدير. وزي ما قلنا مفيش حد خسران هنا في بطولة إمز كاب، فور ويمر الكل كسبان، ودائما وأبدا كرة القدم موجودة علشان تفرح كل العيون وتفرح كل القلوب. إن شاء الله مشاهدينا متابعينا في انتظار اللقاء القادم، مليون مبروك لفريق إيجلز فوزوا في هذه المباراة بنتيجة 2-1. سجل الهدف الأول هايدي وسجل الهدف الثاني لفريق الإيجلز اللاعبة نور، بينما سجل الهدف الوحيد اللاعبة فرح صاحبة الرقم 22.